ورجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد، لسه مكملين مع بعض فقراتنا النهاردة ومستمرين معاكم لمدة ساعتين مباشرة على الهواء لحد الساعة 11. وصلنا لفقرة مهمة جدا من خلالها نتعرف على تفاصيل كتير جدا تخص مجال التخدير في مصر. النهاردة هنتكلم عن المؤتمر اللي بتنظمه الجمعية المصرية للأطباء التخدير والعناية المركزة، واللي هيبدأ اليوم حتى يوم الأربعاء القادم. يعني هنتعرف على أهداف المؤتمر، هنتعرف كمان ما هي الدول المشاركة، كام دولة مشاركة في المؤتمر، كمان هنتعرف على ما هو الجديد في مجال التخدير داخل مصر الآن، وصلنا لحد فين. كل ده هنتعرف عليه من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، دكتور يحيى حلمي خاطر، أستاذ التخدير بكلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر الخامس لكل أفريقيا للتخدير والعناية المركزة ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لأطباء التخدير. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير. مبسوطه جدا حضرتك موجود معانا النهارده وقبلت استضافتنا في نهارك سعيد. انا سعيد بيكم جدا. ميرسي. في البدايه دكتور عايزينك بس تكلمنا عن اكتر عن الجمعيه المصريه لاطباء التخدير والعنايه المركزه. هي الجمعيه دي بتنم على ايه؟ الجمعيه المصريه انشات سنه 1983، و الهدف بتاعها انها تجمع اطباء التخدير كلهم في جميع انحاء الجمهوريه، تنظم لهم دورات تدريبيه وتنظم لهم ورش عمل. الهدف منها هي رفع مستوى طبيب التخدير وحل مشاكله، ده الهدف الاساسي. وخلال ال 30 سنه اللي فاتوا دولت احنا نظمنا تقريبا 30 مؤتمر، بس المره دي احنا بننظم مؤتمر دولي بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لأطباء التخدير، بالاشتراك مع مجلس أطباء تخدير أفريقيا. وكان هدفنا أن احنا نقرب ما بين بلدنا وأفريقيا، احنا جذورنا في أفريقيا لازم تبقى قوية عما هي دلوقتي فعلا. وكان يعني نقدر نقول أن الهدف من المؤتمر هو تقوية العلاقات بين الدول الأفريقية وبين بعض بالضبط، ونحاول نحل مشاكل بعض. أوكي. يعني هو كثير من الدول الأفريقية إحنا نستطيع أن إحنا نقدم لها مساعدات، وكثير من الدول الأفريقية برضو تستطيع أنها تساعدنا في كثير من الأمور اللي إحنا محتاجينها. يعني فهي منفعة متبادلة، واحنا كلنا مشتركين في مكان واحد. لما حضرتك تسمعي الاحصائيات اللي هي بالنسبه لافريقيا هتلاقي حاجات ساعات مرعبه. يعني احنا الناس بتشتكي دايما من التخدير في مصر، مظبوط، بس انا بطمنهم أيوه. ان انا هقول لك احصائيه بسيطه جدا. الوفيات نتيجه التخدير في مصر ما بين 1 إلى 10,000 الى 1 لـ100,000 عمليه. الرقم يا دكتور ده رقم، يعني لو قلت لك ان احنا 1 لـ10,000 الى 1 إلى 100,000، هذا الرقم في الدول بتاعت غرب افريقيا بيصل الى 25%. لا مش يعني معقول، انت متخيله؟ يعني تخيله الفرق، تجاوزوا الفرق. يعني كل 4 بنفقد واحد فيهم، واحنا عندنا هنا 1 على 100,000 او 1 على 10,000. هي يعني الناس طبعا بتسمح عن حالة فبتبقى شك بالنسبة لهم، إنما إحنا الاتحاد الدولي بيقول لنا يعني مدوا إيديكم لزمايلكم اللي حواليكم لأن أنتوا تقدروا تساعدوهم، وإحنا نقدر نساعدهم أكتر من الخارج. طب هي أوروبا موقعها إيه في المؤتمر؟ يعني ملهاش دور؟ أوروبا مشاركة معانا قلبا وقالبا، هي وبقية الدول كلها. إحنا عندنا تظاهرة علمية فعلا. يعني احنا المؤتمر ده هيحضره رئيس الاتحاد الدولي، هيحضره سكرتير، هيحضره اللجنة التعليمية بتاعت الاتحاد الدولي، هيحضره لجنة الأبحاث واللجنة العلمية للاتحاد الدولي، هيحضره مندوبين عن الاتحاد الأوروبي جايين، لأن احنا وده خبر لشبان الأطباء التخدير، احنا مضينا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بأننا هنعقد امتحان الدبلوم الأوروبية هنا في القاهرة، وأول امتحان هيبقى في شهر سبتمبر الجاي إن شاء الله. لا ده خبر مهم جدا الحقيقة، وهيستفيد منه شباب مصريين كتير قوي. يعني وهينفعهم، ده دي حاجة زي وسام بقى. ده أكيد، لأن حضرتك إحنا كنا بنسافر عشان ناخد الدبلومة ديت، ندفع تذاكر السفر وندفع إقامة وبندفع اشتراك عشان ندخل الامتحان، وبعدين نسقط ونرجع تاني ونسافر تاني. مين أخد الصفقة دي؟ مين عرف يعمل الصفقة المهمة دي؟ مين تحت أنا
تحت اشراف مجلس اداره الجمعيه طبعا بتاعت التخدير، وبالاشتراك مع الزماله المصريه. يعني احنا لجأنا للزماله المصريه علشان ندي هذا الاتفاق صوب من الشرعيه ونديله قوه، وفي نفس الوقت نقوي شهادتنا احنا. ما هو لما يبقى احنا بندي شهاده، الاتحاد الاوروبي بيدي شهاده، وهو بيجي يمتحن عندنا، لما اجي اقول له اعترف بشهادتي هو معايا وشايفني وعارف احنا بنعمل ايه، يبقى سهل جدا. احنا حاولنا ان احنا ناخد اعتراف مثلا الزماله الانجليزيه، كانوا كل مره يقولوا لنا لا، وكانوا بييجوا يحضروا معانا الامتحانات ويقولوا لسه شويه عليكم وهكذا. انما لما يبقى هو شريك معايا الامور تبقى اسهل بكتير جدا. يعني دلوقتي الطالب اللي هيمتحن هذا الامتحان هيمتحن في بلده، هيدفع 60% من الاشتراك، 60% من المبلغ، وهيمتحن في بلده. يعني تقصد مش الدفعه اللي هتتخرج هي اللي هتبقى هي اللي خدت الشهاده، هي بس اللي هيشترك، اللي عايز يمتحن، اللي عايز يشترك، اللي عايز يمتحن. دي شهاده امتياز. يعني العالم كله دلوقتي اصبح قاره واحده. وعلشان انا اجي اقول انا طبيب كويس اثبتها ازاي؟ ما هو لازم يبقى انا عندي شهاده، وبعدين اروح لحد محكم بامتحن عنده بيقول ده كويس، يبقى انا التدريب اللي خدته ده مناسب. فهو لما بيجي هو يمتحني هنا ويقول اطبائك، احنا نسبه نجاح الاطباء المصريين اللي دخلوا الدبلومه الاوروبيه 97.3%. هايل. نسبة النجاح بالنسبة للأطباء الأوروبيين 97.6%، هي نفس النسبة. ما عندناش إخفاق إحنا عندنا في عقولنا وكفاءتنا إطلاقا. هو ده اللي خلاهم يقولوا إحنا جايين لكم. أوكي. يعني دي حاجة مشرفة فعلا جدا. هل فعليا الامتحانات المصرية الطبية بيبقى فيها تعسفات شوية يعني نوعا ما؟ يعني هل في الشكاوي من النوع ده؟ بص حياتك، هو إحنا نظام التعليم في مصر كله محتاج إعادة نظر. أوكي. إحنا ابتدينا، ما هو لازم حد يعمل حاجة. إحنا امتحاناتنا، وأنا بتكلم على اسم التخدير وعلى امتحانات جامعة القاهرة، كويس، إحنا ابتدينا بنفسنا. لا، أنا بقول لحضرتك الزمالة المصرية وامتحانات اللي أنا عارفها في جامعة القاهرة، امتحانات الماجستير والدكتوراه بتاعتنا اختلفت تماما عن العشر سنين اللي فاتوا، بقت حاجة مختلفة تماما، وهي دي البداية. يعني أنا عايزة تخلص من مشاكل التوجيهية، عايزة تخلص من مشاكل الدروس الخصوصية، عايزة تخلص من مشاكل الجامعة كلها. يا ريت والله يعني يكون في جدول للموضوعات. نفصل ما بين المنتج والممتحن. المنتج بقى اللي هو مين؟ المنتج هو المدرسة والكلية والجامعة، هي اللي بتطلع لي الإنتاج بتاعها. وهنفصلها بتهيألي الموضوع صعب شوية. إنما ما ينفع، لا أبدا، مش الهيئة اللي بتمتحن دي لازم تبقى هي منفصله تضم الجامعات كلها. احنا على فكره من البلاد القليله في العالم اللي بندي مثلا 17 شهاده ماجستير في التخدير. توصل مثلا 20 شهاده دكتوراه في الجراحه. ما ينفعش، هي لازم تبقى شهاده واحده، ويشترك اساتذه من كل الجامعات في ان هم يدوها، وتبقى هي ديت مصر. طب اعتقد ان الدور بقى عليكم ولا يعني مين المسؤول؟ يعني مين الجهه المسؤوله؟ احنا بنبتدي فعلا، وتجربه رائده ان شاء الله. حلو. وانا واثق ان الباقيين لما هيشوفوا النتائج بتاعتها هيشتركوا معانا ان شاء الله. المؤتمر هيكون الدول المشاركه فيه تقريبا كام دوله؟ انا يعني للاسف ما اقدرش اقول لك، انا طلبت هذا البيان قبل ما اجي لك على طول ولسه ما وصلليش، بس انا عارف ان على الاقل هيبقى في حدود مش اقل من 20. هل في ورشات تقريبا هتقام في المؤتمر خلال يعني المؤتمر من النهارده ليوم الاربعاء؟ هل في ورشات عمل هتقام؟ كل يوم هيبقى في على الاقل 3-4 ورشات لكل الشباب المصريين والافارقه كمان. بالظبط. بالتعاون مع بعض. احنا في اقبال طبعا من شباب الافارقه، يعني مطمئن يعني. لا ان شاء الله. وحضرتك قلت كمان ان في شخصيات مهمه هتكون حاضره للمؤتمر ده، يعني من اوروبا ومن أنا افريقيا. انا حاول حضرتك رقم، انا عندي 143 متحدث في المؤتمر. 143 طبيب هيلقوا محاضرات وابحاث وهيشاركوا في ورش عمل. هايل جدا. ده دولة المدربين او المعلمين، يعني هيعلموا بقى في حدود 1500 مصريين يا دكتور دول ولا ايه؟
جزء كبير منهم، يعني احنا عندنا تقريبا اللي جايين من بره حوالي 96 واحد والباقي مصريين. هايل. احنا طبعا مش عارفه هو بالنسبه للرقم اللي حضرتك قلته والنسبه العاليه اللي احنا في الشهادات بتاعتنا زينا تقريبا زي اوروبا، يعني هل احنا من البلاد المتقدمه في التخدير او في مجال التخدير يا دكتور؟ نقدر نقول ده يعني؟ احنا اذا اتكلمنا عن افريقيا، احنا وجنوب افريقيا احسن دولتين في افريقيا. احنا وجنوب افريقيا احسن دولتين في افريقيا، في افريقيا كلها. اذا اتكلمنا بقى على العالم كله، لا طبعا احنا لسه قدامنا، يعني انا ما اقدرش اقارن ما بيننا مثلا وبين امريكا او ما بيننا وما بين انجلترا، انما هو المشكله عندنا بس هي اننا نعمل الطبيب الاول. احنا ما كناش بنركز في الفتره اللي فاتت دي، احنا كنا بنركز ان يعني نبعت منتج لاي حته في العالم وزي ما نكون خلصنا منه. هي مش الفكره كده، انا لازم ابعت منتج وابقى وراه وبطوره بحيث ان هو يفيد الحته اللي هو رايحها ويفيدني. دكتور يحيى، ليه عاده بيكون في شكاوي من التخدير النصفي في مصر؟ يعني بنلاقي انه في اصوات كتير بتقول ده. بص حياتك، انا هضرب لك مثلا صغير قوي. مين امن اكتر، القطر ولا العربيه؟ حسب اقول ايه، حسب الطريقه اللي هو بتامن يعني بيها. بصي حضرتك، ايه انت بتسمعي عن حادثتين حصلت للقطارات، كل حادثه فيهم 100 واحد، في حاجه تخض. انما كم واحد بيموتوا من العربيات؟ مش اقل من 15 20 الف واحد كل سنه. هو ده بالظبط التخدير الكلي والتخدير النصفي في مصر. هنا الناس بتسمع عن حالة، كويس، أنا ما بقولش ما حصلتش، حصل حالة أو حالتين، إنما حالة أو حالتين وسط الآلاف اللي بياخدوا هذا النوع الآمن اللي هو النصفي. النصفي. وفي مقابل كده في آلاف برضو بياخدوا البنج الكلي الآمن، بس كثير بيجي لهم برضو مضاعفات. إنما لو قارنت دي بدي، في حاجات لازم تاخد بنج نصفي وهي الولاده مثلا. بس عارف يا دكتور، انا اول مره اعرف انه التخدير النصفي ممكن يؤدي الى الوفاه. انا كنت فاكره ان هو بيؤدي الى بالظبط، ما هو ده كمان ما بيؤديش الى الوفاه، هو بيؤدي الى مضاعفات. كويس، هذه المضاعفات اشهرها يمكن الصداع، حاجات مقدور عليها كويس وبتتحل بمنتهى السهوله. انما الناس يقول لك ده في حد خد بنج نصفي وجاله شلل. هي دي المقوله اللي هي حصلت مره او مرتين، ومن ساعتها الناس مش راضيه تنساها. بس طبعا الموضوع تطور جدا. انا فاكر ايام ما اتعينت نايب كنا بنستخدم ابر اقل ما يقال فيها انها مغراس، يعني حاجه تخينه كده، حاجه علامه تسيب تعويره يعني. دلوقتي احنا بنتكلم على ابر 27% من الملي، يعني حاجه عامله زي الشعره. كويس، طيب انا لما ادخل ابره بهذا الحجم وبعدين ادخل ابره بالحجم ده، اكيد المضاعفات مفيش تقريبا. صحيح. الادويه تقدمت جدا، يعني نوع الادويه اللي بتتحقن اصبحت متقدمه عن زمان. بس عشان كده التوصيات بتاعت الاتحاد الدولي، وانا بقولها لك واتمنى ان الستات يسمعوني. ليه ستات بالتحديد؟ عشان الولاده. البنج أثناء الولادة أو قبل الولادة أو لمنع الألم في الولادة هو التخدير النصفي. فيما عدا ذلك اللي هي تقصد حضرتك الحقنة الشهيرة اللي هي اللي في الظهر. بالظبط، هي دي النصفي. بالظبط، فيما عدا خطأ إلا إذا كان في دواعي، يعني ممنوع أن أنا أدي الحقنة ديت يبقى أدي بنج كلي. إنما فيما عدا ذلك هي دي الطريقة المفضلة. ودي تنفع يا دكتور في الولاده الطبيعيه كمان؟ ولاده طبيعيه، ولاده قيصريه، اي انواع من انواع الولادات نقدر ناخد الحقنه النصفيه. التوصيات اللي طالعه من الاتحاد الدولي، اي طبيب قدامه الفرصه ان هو يدي دي او يدي دي لازم يدي النصفي الاول. النصفي الا اذا المريضه رفضت. اذا المريضه رفضت هي حره بقى، هي بتتحمل وزر. بس حضرتك بتشوف انه هي احسن النصفي بتكون احسن او افضل للمريض بدون تفكير او اللي عايزه تولد؟ شوفي حضرتك، بدون تفكير. تمام، يعني تمام. وانا برضو بأشيد الكلام لحضرتك جارنتي، يعني الناس اللي بتتفرج علينا بأشيد بحاجة. اتفضل. احنا في مصر كلها عندنا محافظه واحده بس هي اللي دلوقتي جميع السيدات اللي بيولدوا فيها بياخدوا بنج نصفي.
بيولدوا ايه؟ ببنج نصفي. ايه هي؟ اللي هي ابره الظهر دي، محافظه الاسماعيليه. مش معقول حضرتك حاجه يعني هناك منتشره جدا كده؟ ما حدش بياخد بنكولي خالص. ها خلاص، والستات قالوا لبعض وعرفوا وانتهينا ومستمتعين بيها، هي متعه. كويس يعني. بس انا عايزه اكد على قصه انه الامتحان الممنهج الواحد اللي هو يبقى في كل الجامعات يكون واحد يا دكتور، مهم جدا يا دكتور. يعني دكتور انا اتمنى اقابلك مره ثانيه عشان لا ده انا اقول لك حاجه. انا اتمنى ان التوجيهيه تبقى كده، ده هو ده حل التوجيهيه. ما فيش حاجه اسمها امتحان لنص مليون واحد في يوم واحد. اللي يجهز يروح يمتحن، والامتحان يتطور بحيث ان هو يبقى عادل ما بين الناس كلها، بحيث ان انا اروح انا عايز امتحن يوم الاثنين، اروح اقول انا جاهز امتحن. كويس، بس لو ما عدتش الامتحان يبقى في حاجات تقول الناس لازم تاخد الموضوع جدي، مش هتدخل بقى الا بعد مثلا سنه لو وصلت. لا ده احنا محتاجين نقعد مع بعض قاعده مره تانية نتكلم فيها عن القصه دي، لان هي قصه بجد مهمه لينا احنا كتعليم وكجنريشن طالع للمستقبل اللي هو المفروض مصر المستقبل، ومهم جدا ان احنا كمان عشان نقدر نحقق عقول وكفاءات صحيحه. صحيح. يعني انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده يا دكتور بجد، وشرفتنا ونورتنا الحقيقه. يعني انا شاكر ليكي جدا دعوتك ليا، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور. ثانك يو. ومشاهدينا طبعا كان معانا دكتور يحيى حلمي خاطر، وهو استاذ التخدير بكليه الطب بجامعه القاهره، ورئيس المؤتمر الخامس لكل افريقيا للتخدير والعناية المركزة، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لأطباء التخدير. أعتقد أنه النهاردة عرفنا تفاصيل مهمة جدا تخص التخدير في مصر، وتفاصيل كتير جدا تخص المؤتمر كمان الخامس للتخدير والعناية المركزة. نشوفكم بعد الفاصل وبريك صغير جدا ونرجع مرة تانية.